طب قول لي بقى، انت عرفت منين ان في حاجه مدفونه اصلا؟ احنا كنا حضرتك قاعدين عندنا، ستي طلبت ان هي تروح تزور خالها، تمام؟ فقعدت كام يوم كده تقول لنا عايزين نروح، كان يعني هدف عليها ان هي تروح تزوره وتزرع له صباره. فروحنا عشان نزرع الصباره حضرتك، فاحنا بنحفر عادي، البتاع شبك في شنطه، فهو بيفحط فالبتاع شبك في شنطه، فبيسحب بيطلع الشنطه، ايه ده، افتح، طب صور، ايه ده، طب ليه صورته؟ ما انتوا مش عارفين ان هو مؤمن زكريا؟ اي حد حضرتك، في فيديوهات، ملايين الفيديوهات على السوشيال ميديا اللي بترفع لا بس قصدي اقول ان انت لما تفتحه تبقى تصوره، انتوا عملتوا زي ما تكونوا بتصوروه من الاول. بعد ما فتحنا بدأنا تصوير، مش احنا لا، هو في فيديو وانتوا بتفتحوا الصوره لسه، وقال لك ايه ده مؤمن زكريا، بس اللي كان بيقول كده كان شكله بيمثل بصراحه. لا احنا كنا بنفتح الحاجه عادي خالص، ولقينا الصور ولقينا الحاجه ترد على ايه، بيقول لك الحاجه اللي اتفتحت دي ولا مطربه ولا شكلها جديد اصلا. الشيخ اللي جه يعني حد تقيل جدا، لو عارف ان ده مثلا مقلب او حاجه كان عارف. هو اللي قالك افتح هنا ولا انت اللي فتحت لوحدك؟ فتحنا تلقائي يعني عادي، احنا قعدنا هنا. احكي لي بس، انت دلوقتي بتزرع صباره، لقيت حاجه، لقيت شنطه، عملت ايه؟ فتحناها، قلنا له ايه ده، افتح كاميرا عشان نشوف ده ايه، عشان برضه نبقى بنصور نعرف ممكن حاجه معموله لحد عندنا بتاع الكلام ده. فافتح كاميرا، فتحنا كاميرا وصورنا الموضوع من اوله. بعدين انا عايز افبرك، ما انا هجيب من وانا داخل من بره واحنا داخلين. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ اتصلتوا بمؤمن زكريا؟ عندنا نسايب مؤمن زكريا من المنطقه، ولاد خالة مراته، تواصلنا معاهم وقالوا لنا طب احنا هنتواصل مع الكابتن وهنجيب. بالفعل تاني يوم جابوا الكابتن مؤمن زكريا وجملي، وجاب معاه 2 شيوخ يعني ناس تقيله جدا، وقعدوا يقروا قران على الحاجة وكده ويحطها في مية. هل الدكتور، هل الشيخ اللي جه فعلا قاله ان هيخف بعد 20 يوم؟ الشيخ قال الموضوع ياخد من اسبوع ليعني 10 ايام ويخف ان شاء الله.